من تابع مشاهدينا فقراتنا بصير نستقبل المعالجة النفسية دانيا دبيبو. أهلا وسهلا فيك دانيا. اليوم موضوعنا عن التغيير إذا ممكن يصير أو لا. بنسمع كتير أنه بيكون في قصص مثلا بين شريكين تنقول مش كتير عجبتنا بكرة بغيره أو بكرة بيتغير أو وقتها هو بيعمل هالشريك يعني كان امرأة أو رجل بيعمل هالستيب الأولانية إنه إيه بتغير كرمالك أو بتغير كرمالك مثلا بيصير هيدا الشيء حدا في يغير حدا شوفي إيه ما هي يعني نحن هيدول أحلام نحلم فيهم إنه لما أول ما تتفوتي بعلاقة كتير بتكوني منجذبة فيها الإعجاب فيها الحب ما بدي أخسر هالشريك وبغيره إنه حرام عنده كتير أشياء حلوة هلا الأشياء اللي ما بتعجبني بكرة بنشتغل عليها بكرة بغيره أنا بدي أشفيه مثلاً أنا بدي أنقذه أنا بدي ساعده بس هيدي بتصطدم ترجع بالواقع مرات كتير إنه هيدا التغيير ما بيصير يمكن بيوعد الشخص إيه بغير شغلات بس في إشياء يمكن ما بيقدر والتغيير صعب من شان هيك إنه ما دايماً بتزبط وفي إشياء كتير صعبة تتغير أكتر من غيرها يعني إذا بتحكي عن واحد مكركب مثلاً يمكن يقدر يشتغل عليها بس صح. الطبع هيدا بنعرف الطبع بيغلب التطبع يعني إذا حدا ما بيحب المغامرات منه منفتح على تجارب جديدة كتير صعب تغيريه طبعاً يصير بيعمل تجربة أو تجربتين وبعدين اللي عنده دايما أولوياته غير الشريك مثلا يعني دايما أهله قبل الست شغله قبل الست أو بالعكس ممكن تكون في إشياء تانية بيهتم فيها أكتر هيدي كتير صعبة إنه بعدين مع الوقت إنه يغير ويحط لها الست أولوية أو هي تحطه أولوية هول الشغلات ما بسهولة الواحد بيقدر يعدلهم مشاكل الإدمان مثلا هول لأنه بناخد على عاتقنا مرات أنا اللي حطلعه كرمالي رح يتغير ويترك هالعادة أو لقمار أو في اضطرابات شخصية يعني بيكون الواحد واقع فيها أنا اللي بنقذه التعنيف مرات كتير الواحد كمان بيتكل أنه لا حيتحسن حيبطل يعنفني لفظيا عاطفيا جسديا بس هيدي كتير صعبة بغض النظر عن الأسباب اللي بتصير يعني نعم. تخلي للواحد يصير هيك هولي يعني فيهم خطر حتى اللي ممكن تأثر على حياة الشريك والأولاد واللي عايشين معه هلا بتعرفي في دكتور جون جوتمان اسمه هيدا خبير وباحث بالعلاقات بيقول لك 69% من المشاكل اللي بين الزوجين ما إلى حل اللي عم بيعملوه عادة هالتنين هن بيتعايشوا مع كل هالاختلافات اللي بيناتهم بيسيسروا أمورهم بس مرات في إشياء لازم تتغير ما بتتغير هون بيختار حدا أنه خلاص ينفصل ينهي العلاقة أو هيك فبتكون روحه قصيرة مثلا بيطول باله لأنه تتغير الشغلة رح نحكي عن يعني قديش هيدا حل أو مش حل بس وقتها قلت دانيا كمان أنه هالخبير قال 99% من هالمشاكل 69% من هالمشاكل ما إلها حل فإذا يعني بنرجع لمقولة يعني أكثر من مرة حكينا فيها أنه أو بل هالباكج وبقدر اتعايش أو ما بقدر ما فيني اقعد نفسي واقول انه بلا بدي غيره بلا رح يتغير لا ما رح يتغير ما حيتغير لانه في اشياء يعني هي نحن كل حدا منا بصير احسن صح. اذا بتقعدي بتفكري كيف بدي احسن حالي قد ايه بتاخذك وقت وجهد لحتى تغيري انت بحالك فكيف بدك تغيري شخص ثاني هلا في امور يعني ما بينسكت عنا اللي يعني مرات الواحد كثير بحاول لأن انه فعلا تأذي يعني مثلا الخيانات المتكررة نعم. التعنيف مثل ما قلنا او مشاكل الادمان والقمار طب ما هولي بيأذوا الشريك وبيأذوا الاولاد وبيأذوا العائلة سو هون الواحد يعني بصير بده يفكر انه طيب انا شو بقدر اتحمل يعني او لا فبصير ببلش هول المحاولات انه خليني انعه انه يتغير يعني في امور كثير صعبه بيوقع فيها الشخص اذا حدا بخيل مثلا عم بقنن على عائلته او حدا عم يصرف كثير ما عم بيعمل ما بيحمل حساب انه في اشياء كثير بتاذي او حدا عايش سلبي معي كل الوقت بالحكي بالتصرفات او عم بيضلوا ينطنط من شغل لشغل بحسسك دائما بالقلق سو هول يعني انه بتجي انت بتجربي تحكي فيهم تلفتي نظر بتلاقي لها الشخص يا اما انه لا ولو وين المشكله مثلا انه ما فيها شيء او بيقول لك ايه اوكي طيب حجرب مثلا وما بيطلع بايده يا اما ما بيقدر او ما بيكون
بكون مقتنع عم بيقول هيك ليسكتك. فبصير كثير في محاولات مرات انه يا اخي تغير اعمل شيء وما بيزبط، بيعمل وعد وما بيوفي. سو هيدي بتودي لكثير مرات خلص بصير في شرخ بين اثنين، وهون بصير صح احتمال الانفصال وارد. ما بقى انه صحي هون الانفصال، يعني شو في حسب الظرف. يعني في اشياء لما بيكون فيها اذيه في خطر، هذا بقصص التعنيف مثلا، هيدي يعني يمكن مرات الافضل الانفصال اذا هالشريكي مثلا ما قادر تتحمل بخطر. اذا قادره يعني في محل تروح له تحمي حالها تحمي اولادها، يعني في اشياء كبيره اللي ما بتقطع وما في مجال الا ما الواحد يصير يفكر انه ما لازم استمر. بس في اشياء صغيره معلش اذا الواحد ما مرتب اي طبعا في اشياء بدنا نقبل فيها باكج، يعني انه في عنده اذا ما مرتب بيكون في عنده قصص ثانيه كثير مثلا احلى واظبط، يعني مش مشكل. اي متى بنلاحظ انه هذا الشخص ما ممكن يتغير؟ يعني في مرحلة مثل ما قلتي لازم أنا شغل عقلي فيها، حتى قد ما يكون في غرام وحب وإعجاب، هل أنا بقدر أتحمل هالخصلة أو هالطبع أو هيدا؟ قديه لازم أعطي حالي وقت قبل ما أقول أنه أكيد هالخصلة يلي أنا ما حبتها وحتأذيني ما حتتغير؟ هيدي شوفي لما بتكوني أنت عم تلفتي نظر وعم تعملي محاولات كتيرة وأكثر من مرة، وهو الشخص يعني يمكن ما عم بيقدر يغير أو ما بده، يعني اللي ما بده هون أصعب بعد. اللي ما بده بدك تقيسي أنت، طيب أنا قديش فيي يعني ضل قديه مستعدة اطلع على الباكيج كله وانسى هيدي الشغلة. ممكن ما قلتي يعني ممكن مرات في حسنات اللي بتغفر له مثلا، بس لا في أشياء. إذا أنا عندي قيمة عالية للعائلة مثلا، أنا بحب يكون عندي زوج وولاد ونكون عم نعمل أشياء سوا، وهو راسه ما معنا ما عم بيعطي وقت للعائلة ولا للولاد، يعني أخذ له عقله مثلا شغله كل الوقت وعم تحكي فيه للموضوع أنت دايما ولا أذانا لمن تنادي، ما أخر شيء بتقولي طيب أنه طب أنا هيدي الشغلة كتير بتعني لي كتير مهمة، بتصيري بتقولي بدك تفتشي على خيار تاني. أو بصير إذا أنت ما عندك هيدا الخيار التاني وبتلاقيها أنه الشغلة بتتعقد وبتصير صعبة، بتقولي طيب خلاص خليني أقبل أنه طيب ما حيقدر يتغير، هو ما بده أو ما عم بيقدر، خليني أقبل بهيدا الوضع. يعني ففي هون خيار ما بقى أجرب الواحد. يعني مفروض في مرحلة بوصل بقبل وما بقى أجرب أنه غيره. الإنسان ما بيتغير، نحن ما بنتغير، نحن صعب نغير حالنا. ممكن منحسن بحالنا بس ما فينا نتغير. لا فيكي اذا حطيتي شغله براسك انت عندك كنترول على حالك. ما هي هيدي اللعبه اللي الناس بدها تعرفها، انه طيب انا بقدر غير بحالي اذا انا بدي بقدر اعمل خطوات حط الشغله براسي، بس انه انا لحتى اقدر غير شخص ثاني كثير صعبه. واذا هو ما بده كيف بده يتغير مثلا؟ يعني اذا ما مقتنع من الاول، يعني للناس اللي عم بتجرب دائما تشتغل على شخص وتغيره، بدهم دائما يذكروا حالهم انه مش هن اللي حيقدروا يغيروا للشخص، هو بده ينوي، هني بس حيكونوا عم بيعملوا تصرفات وافعال اللي ممكن بتساند او بتلفت نظر، او يعني هيدا اللي بنقدر نعمل له كنترول نحن. بعدين ما نتوقع انه واحد يغير اذا نحن ما عم نجيب اسلوب صح. يعني هيدا تنظير كل الوقت. هذا اللي كنت بدي اسالك اياه، هل هيدا الشخص اللي بدنا اياه يتغير لازم نضل ننتقده كل الوقت، او مثلا باي طريقه لازم نحكيه؟ هي هيدي شغله عامله كثير اساسي، لان يعني في ناس بيجربوا كثير شغلات بين التلطيش والمزح والجد والكذا وبيكون ما عم بيتغير. فهون بنصير شو بعد ما جربتوا انتم طريقه بدكم تجربوها. يعني اهم شيء انه الواحد يقعد ويفتح حديث عن الشيء اللي مزعج، اذا كان خيانات متكرره عم نقول، او اذا الواحد ما عم بيقضي وقت مع الاولاد. يعني يكون واضح الشخص انه هيدي الشيء الغلط اللي ما عم بحبها وحابب هالشريك يغير فيها، كيف عم يتأثر هو، كيف عم يتأثر البيت والولاد ويمكن الشخص كله.
سو بدنا نجيب هول الأمثلة ونقعد نحكي فيها بأسلوب يعني جدي وحنون، مش إنه نكون قواص عم تعلق لك لازم كم مرة سمعت لك إنه هالشيء مش ضابط. ومرات بتصير عرفتي بيعمل هالهجوم الواحد اللي بنشر غسيل يعني صح. بتصير هذا بينفر الشخص الثاني طبعا يعني. طبعا رح يقول له أنا هيك وأنا خر أيوة هيك حيكون أكيد الدفاع. سو إذا بدنا شغلة تتصلح، إذا بدنا نخليه يشتغل على شغلة بدنا أي واحدة أو اثنين اللي يكونوا محور الحديث يعني هني، ونقول كيف عم بتأثر ونحن كيف عم نحس. يعني هيدي أهم أسلوب، إنه مش أنت اللي عم تعمل هيك عم بتخلي الكذا كذا، لا بدي أقول أنا كيف هيدي الشغلة عم بتأثر علي وشو بحب. خلينا نكون إيجابيين في طرح المشكلة، يعني إنه بدل ما كل يوم عم تظهر تسهر مع أصحابك يا ريت تكون عم بتقضي معنا وقت، أولادك بحاجة لإلك، بدهم رجال يكون عرفت يطلعوا فيه هيك، يكون هيدا الأسلوب اللي فيه تعاطف وفيه فهم. لأنه طيب شو اللي عم بيخليه يظهر هو؟ طيب يمكن هو عنده كتير أسباب تخليه يظهر يشوف مثلا أصحابه كل يوم، كل يوم يمكن طافش من البيت، بخلينا نعرف منصلح. سو وقبل ما نبلش الحديث هيدي دايما بقول انا بدنا نبلش بشيء ايجابي، يعني انه نقول انه انا بحب فيك هيك وهيك وهيك وهيك، يا اخي خليه يحس حاله انه هو منيح ومقبول. واذا بيساوي اشياء ثانيه اللي بتعود بالمنفعه على الكل هيدا بيكون احسن. بعدين بدنا ننقي وقت لنحكي طبعا. مش هو ظاهر الصبح على شغله تع تع بدي احكي هيدي ما بديرش ما الا حلي عني، ولا الساعه 12 بالليل هو بده ينام مثلا، يعني انه يكونوا اثنين تعبانين. بدنا ننقي وقت ما يكون فيه هيك ملهيات، نقدر نقعد ونحكي فيه هيدا. وبعدين بتعرفي في شغله كثير مهمه، نحن اذا بدنا عم نطلب من الشخص يغير شيء بدنا نطلب منه انت قل لي انا شو في يغير بحالي لحتى انت تكون مرتاح اكثر. سو هون اذا عم تكون متساويه طلب التغيير صح. وهون نحن خلينا نشوف قد ايه نحن كمان بدنا نتعب لنغير الاشياء اللي هو مثلا بحبها فينا ما بحبها فينا نحسنها. سو بنمشي سوا بتكون انه الشغله هيك متوازيه بين اثنين. ففيها الاسلوب كثير مهم، ما ضروري نحكي بفوقيه وما ضروري نهاجم ولا ضروري انه نهدد انه اذا ما بتعمل هيك يا ولد رح اخذ هالقرار او في ردات فعل بدي اعملها، لانه هيدا اسلوب مستفز يعني ما بيقدر الشخص كمان يحس حاله هالقد هو سلبي نيجاتيف. انا وعم بقول له في شغله هون دانيا كمان اوقات كثير بنسمع الشريك ان كان رجل يعني او امراه بيقول كنت قبلاني يعني هلا صار بدي كاني اتغير، يعني قد ايه مهم هالموضوع انه ينحكى فيه من البدايه مش انه كمان نسكت عليه ونوصل لمرحله نعلن انه بطل عجبنا. ما كنت قبلاني مزبوطه هاي، ويمكن الرد بده يكون انا كنت مفكره انه الامور بتتحسن صح او فيني غيرك او ايه انه ممكن تتغير ويمكن انا تغيرت. ما هيدي طبيعه واقع الحال يعني صح. بين اثنين انه مع الوقت كل واحد بيتغير، هو بينضج بيتغير قدرته على التحمل ايه. ما هي حسب الضغوطات كمان انه ما هي قديش الواحد حيقدر يتحمل اشياء اللي فعلا تكون اساسيه. بنرجع بنقول بدنا الاشياء اللي عم نطلبها انه تتغير تكون فعلا جوهريه، بدنا نختار معاركنا مش على الطالع والنازل، يعني انه ليه بتترك الخزاين مفتوحين هول اشياء يعني ما بدها كل هالقد عرفتي صح. التغيير اذا بدنا نكون جديين وعم نطلب منه بده يكون على شيء فعلا عم بياثر على هالكيان تبع العيلة كلها وعلى العلاقة بين الشريكين، يعني ما تكون بس نقرني لنارك وكل الوقت نكد ننتقد وبس لازم نتعامل بمحبة بهالأسلوب. المحبة دايما مثل ما قلتي سميتيها قبل بشوي انه بدي احكي بحنين، هيدا الشيء يمكن بيخجله اوقات أيوة. او برافو عليكي انه ايه يعني هي عم تحكيني بحب بدها كرمال ما بدها تستفز إيه؟ ما تكون استفزازية الشغلة ولا تكون انه انا بفهم اكثر منها. هي شراكة يعني نحن اثنين عايشين سوا صح. دايما النقطة اللي لازم نستعملها أنا عم جرب نسعد أكثر، عم جرب أنه نكون متوافقين ويكونوا اللي حوالينا كمان أنه عايشين مبسوطين. هلا بيجي مرات بتقولي لا الانفصال يمكن صح. أهم هيدا هون منصير أنا كتير بيجوا لعندي بيحكولي القصة أنه أنا عندي مشكلة هيك وهيك وهيك،
بتركوه ولا بضل؟ هيدا ما جواب انا فيه اعطيه. هيدا دائما الخيار بده يكون للشخص اللي بنعمله. مرات كثير بنصير بنسال طيب اذا تركتي شو بيصير؟ شو أسوأ ما بيصير اذا تركتي؟ وشو احسن ما بيصير اذا تركتي؟ واذا انت ضليتي شو أحسن ما بيصير وشو أسوأ ما بيصير؟ وإذا هيدا الظرف أزمة عم بيقطع طبعاً فيها الشخص أو شيء خلص دايما، وشو حجم الضرر اللي بده يصير؟ مرات ماجي بتكون الشغلة كتير معقدة بين الشريكين، يعني يمكن يكونوا جايبين بيت سوا، هيدا بده ياخدوا البيت وما في مصاري إنه يعطوه، مرات بيكون شغلهم سوا، تتعقد كتير الأمور. طبعا كل حالة في إلى خصوصيتها، بس مثل ما قلتي وقتها يكون الضرر كتير كبير وهالقد سلبي بدي أعرف أنا بدي أفكر فيه، ساعتها بقدر أخذ القرار. وما نراكم إشياء كتير كتير كتيرة ولا نوصل للانفجار بعدين وإنه خلص فضونا. 100%. شكرا دانيا على هالنصائح المهمة، هي كل يوم نعيشها بحياتنا بكل علاقاتنا. أهلا وسهلا فيك، بشوف فيك الأراد الأربعة الجاية.